رفع حزب الله سقف المواجهة مع السعودية بتنظيمه مؤتمر لقاء المعارضة في شبه الجزيرة العربية الذي استضافته الضاحية الجنوبية. والمؤتمر الذي نظم بعنوان لقاء المعارضة في شبه الجزيرة العربية بالتزامن مع إحياء ذكرى إعدام الشيخ السعودي المعارض نمر باقر النمر في مجمع المجتبى حضرته شخصية سعودية معارضة وشخصية أخرى جرت استضافتها عبر التطبيقات التقنية. وسبق للحزب أن نظم لقاء المعارضة البحرينية الذي انتهى إلى ترحيل المعارضين والتسبب بتوتر العلاقات الدبلوماسية مع البحرين، وهو ما دفع وزير الداخلية بسام المولوي إلى التحذير من الإساءة إلى دول شقيقة ما يخالف القانون اللبناني. كلمة حزب الله ألقاها رئيس المجلس التنفيذي في الحزب السيد هاشم صفي الدين، فتوجه إلى الحريصين على العلاقة بالسعودية بالطلب إليها كف يدها عن التدخل في الشأن اللبناني. اليوم المطلوب شيء واحد، إذا كتير حريصين على العلاقة مع السعودية، ونحن حريصين على العلاقة الطبيعية مع السعودية، ما حدا يفكر أنه حرصكم أكثر من حرصنا. السعودية المطلوب أن لا تتدخل وتفرض رأيها وهيمنتها على اللبنانيين. كل الذين يدافعون اليوم وأصوات عالية وأنه هن حريصين على العلاقة العربية والمصالح العربية، هؤلاء يتعاطون مع السعودية لأنها تدفع. ما شأن السعودية في أن يعزل فلان أو أن يبقى فلان في الداخل اللبناني؟ مش تدخل هذا، وتفرض وتمنع وتعاقب وتهدد، هذا تدخل سافر. أحد المعارضين السعوديين الذين شاركوا في الندوة أكد أن اللقاء لا يشكل أحراجا بين البلدين. إحراج للدولة اللبنانية ليه؟ هل هناك يعني أي انتهاك تشوفوه للدستور اللبناني؟ الدستور اللبناني يكفل لنا الحق في إبداء الرأي قولاً وفعلاً وكتابة. مصادر الجهة المنظمة أكدت للجديد أنها لم تتلقى أي اتصال من أي جهة رسمية لمنعها من التحدث أو التطرق إلى الشأن السعودي. وكان بسام المولوي قد شدد مساء الثلاثاء في لقاء على قناة الحدث على ضرورة إصدار التعليمات اللازمة لكل من سيكون بالندوة في ذكرى الشيخ نمر النمر، مؤكدا أنه سيطلب إلى الذين سيجتمعون عدم المس بالسعودية. نصدر التعليمات اللازمة لإبلاغ جميع الذين سيكونون موجودين في الاجتماع أو في اللقاء بعدم التعرض للدول العربية وبعدم التعرض للمملكة العربية السعودية تحت طائرة تطبيق القوانين. يذكر أن الشيخ نمر باقر النمر هو أبرز رجل دين شيعي معارض في السعودية، قد أعدم عام 2016. وبحسب توضيح لوزارة الداخلية السعودية أن الإعدام نفذ بحق 47 شخصا أدينوا بتهم الإرهاب ومن بينهم الشيخ النمر. وقالت الوزارة في بيان لها إن معظمهم كانوا من المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة. وكان النمر أحد المؤيدين لحركة الاحتجاجات المعارضة للحكومة السعودية التي اندلعت في المنطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية عام 2011، والتي رفعت شعارات تطالب بإنهاء واقع التهميش الذي يعيشون فيه. زهراء فردون، قناة الجديد.